متابعي مجلة 24، مرحبا بكم معنا. اليوم كنتواجدوا بدوار العواسة التابعة لجماعة قيسر. معنا السيدة عائشة من دوار العواسة جماعة قيسر اللي غادي تحكي لنا على الحالة ديال الوليد ديالها اللي كيبلغ من العمر 3 سنين كيعاني من المرض ديال الكلاوي. تفضلي معنا للعائشة. السلام عليكم اخويا المحسنين، بغيت نطلب منكم المساعدة على هذا الوليد، بغيتكم تعاونوني. عنده 3 سنين عنده الكلوة ناقصة لي، الله يسر ماتت لي، وكنطلب من المحسنين يعاونوني على شي راديوات ويعاونوني على العملية. راه الحالة ضعيفة والبوت هو على قد الحال، على قد حاله، ومع دي كورونا ومع هادشي ما بقى خدم، ما بقى تحرك، ما تبقى تحركش. دابا عايشة مع والدي. انا عايشة الحالة عايشة مع والديا، وولدي محني وكيضل كاع النهار وكيتمحل لي بالحريق. وحده غتبقى مني تزاد وانا كنعاني بيه. نعس ليا في الهاروشي، نعس ليا مع السيمانه ورديته ثاني من الهاروشي وجدته هنايا، بقى كيعاني ليا بالكلوه، بقى كيعاني ليا بها، بقيت كنتبعها ليه. مره كنلقى باش نشري ليه الدواء، مره ما كنلقاش باش نشري. اذا متابعي مجله 24، كيف ما شفتوا معنا السيده عائشه اللي كتحكي على الحاله ديال الابن ديالها اللي كيبلغ من العمر 3 سنين كيعاني من مرض قصور الكلوي الحاد، وهو الان كيناشد المحسنين باش يعاونوه باش يقدر يدير التحاليل ويدير العمليه باش ينقذوه وينقذوا الحياه ديالو. شكرا لكم متابعي مجله 24، وشكرا حتى الناس اللي غادي يبارطاجيو معنا الفيديو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.